خزرج معانا نبي ودنا واقع بلدية ماكو خدمات ماكو محافظ بس يلغى فلوس يحط بجيبه منو يجي يزورنا ما حد جانا ايش الطالب خدمات الرجعة البيت انا قاعد بيت ايجار 300,000 ايجار ايش شلون ما طالب الوارجع القاعة حمزة يعني ساعدني فياض من القاضي الاشياء البلديه راح تقعدون ايه نقعد نرجع بنفس النهار خلي يشيله بس مدارس اناشد المحافظ حي الله مسؤول حي الله مسؤول بس لا يلغى فلوس هاي الحاله هذه لا مستوصف لا مدرسه لا خدمات لا ماي لا كهرباء زين شلون راح ترجع العالم؟ اكثر العالم هسه قاعده بالمدارس قاعده ايجارات ما عاد مبالغ ترجع ما عاد مبالغ تبني وين المسؤولين؟ اكو عوائل رجعت ومديونه هسه قاعده بنص بيت غرفه واحده بس وين زين وين العالم؟ وين المسؤولين؟ يجي مسؤول يطمش يروح ولا كانه مسؤول وين هاك هاي الشوارع؟ بالك هاي الشوارع زين شلون راح ترجع العالم؟ ماكو ما ايتي ماكو تنكر واحد يجي تنكر تنكرين يجي يفوت هنا يوزع ما يطلع زين ما ليش اذا ماكو احد شلون راح ترجع العالم زين مين تفوت السيارات زين اللي راح يرجع شلون وين المستوصف هسه اللي تمرض وين يروح احنا قاعدين جري هذه ونشكر عميد لوي قاعد الفرقه الخامسه هو اللي نظف هذه الشوارع وجاب العالم وبس نسحبوا من هنا ما حد يجي بعد شنو ناشد المسؤولين احنا وين المسؤولين؟ خليه يجون يقول خل العالم ترجع وين ترجع؟ تعالوا نساعدوا العالم افتحوا نظفوا هاي شوارع المناطق كلها مسدوده، مين يجي هذاك يطلع حجار؟ يطلع صعد نسوان من على الحجار يفوت على البيت؟ شلون يجي؟ وين التنظيف؟ وين البلديه؟ وين المساعدات؟ هذه منطقه خزرج راس الجاده. والله معاناتنا تشوف عينك يعني استاذي عزيز. بلديه يعني شويه تواجدها ضعيف. يعني احنا ناشد المسؤولين، ناشد السيد مدير البلديه يعني مساله التنظيف، مساله رفع الانقاض، تواجد الاليات، يعني هسه انت تتصور يعني تلاحظ الانقاض كثيره واحنا يعني نريد فزعه من عندهم. جزاهم الله خير. والله حاليا انا هنا صار لي تقريبا اسبوع ما شفت احد. اسبوع فقط يعني. اي الحمد لله. والله ان شاء الله يعني حتى سهل من الله عز وجل يعني احتمال 10 ايام اسبوع ان شاء الله نكمل والله ان شاء الله اذا شفنا متبرعين طيبين ناس يعني يساعدونا باعمار المسجد يعني ليش ما نفتح المسجد بالعكس احنا نريد نفتح الجامع لان اذا رجع الجامع راح ترجع الحياه اذا والله هاي الاضرار يعني قصف هاونات صاروخ طائره مساله لبخ ابواب شبابيك جام خانات مغاسل لا البنايه من فضل الله عز وجل المسجد الداخلي نظيف هو مسجد يعني للعلم انه مسجد يعني تاريخي مسجد يعني عمره تقريبا 250 سنه يعني مسجد من تراث الموصل هذا فاحنا نريد يعني معاونه من الطيبين من الخيرين من اصحاب الجاه اصحاب المال انه يقفون هذا المسجد لان يعني يستاهل يعني هذا المسجد ما اريد اني قاط اريد يجيني يقول لي تعال اخوي انت مواطن ايش تريد اسياني بالقاط اي مسؤول ما نشخص واحد نحن كل النواب مجلس المحافظه او مجلس ما شفناهم ما نعرفهم نجي نسلم عليه بس الساعه اسوق الانتخابات ما تفيد الانتخابات نريد واحد يلبس بدله عمل هذا شرف اللكه شرف هذا تاريخ يكتب لك يا مسؤول يكتب لك يا مسؤول والناشد السيد العبادي يا سيد العبادي انت الاب انت الاب يعني اصب الروح ما تريدون عراقيين انطونا مصرفنا ونطلع هذا القبر هنا طلع وجهته منه هذا القبر طلع وجهته منه فاخي احنا يعني من خلال هذه القناه الطيبه الكريمه انه توصلون صوتنا للمسؤولين للناس اللي عندهم غيره على هذا البلد على هاي الناس التعبانه يعني شوفوا الماساه اخوان شوفوا القبور شوفوا يعني جثث تحت الانقاض الى حد الان فاحنا نريد فزعه يعني نريد وقفه من صدق اريد احد يسوي لنا المدرسه شو اسمها المدرسه شو اسمها مدرسه ابن حيان مدرسة بالحيان وريد هذا المجرى ايه هذا مو صيف يفيض هذا بس البلدية تجي تسوي المحافظ صار احنا قالوا بيد المحافظ هو بيد هي كلها تسويها هذه احنا نريد نسكن احنا وين يمشي المية وين هاي مو صيف يفيض هاي يعني هذا مجرى تحكي عليه كان خاصة وطوف المنطقة زين هسه عشان اريد من الحكومة من المحافظ ترجع الناس شلون تداوم بهاي المدرسة بس هسه احنا راجعين ترى ها يعني انا راجعين على بيوتنا
ما حد جا لكم هنا؟ ما حد جا نهائيا ولا حد جا ولا جاب لكم ماي اكل ما حد جا كل شيء ما حد جا كل شيء ما حد جا 16 من المنطقه متروكه ما حد يجي علينا مار حتى الطريق احنا سوينا بيننا يعني هذا الطريق احنا سوينا عشان ما فتحناه على حسابنا هاي دكاكين وفلوس هاي الوضع هاي شوف احنا جبناه على حسابنا والله فتحناه الطريق